السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل مايند ماب على جوجل سلايدر. سلايد جوجل سلايد يعتبر زي الباوربوينت، تقدر تيجي هنا مثلا وتقدر تقول له مايند ماب اللي هي خريطة ذهنية، بحيث ان انت تفتكر المعلومات اللي انت عايزها وتنظمها. اقول له نيو سلايد، ممكن نلغي دول مش محتاجينهم، وممكن بعد كده بقى نقول له ان احنا عايزين نعمل انسيرت شيب، ده مثلا هيكون النقطة الرئيسية اللي احنا عايزينها. وبعد كده من شيب نقدر من انسيرت شيب نقدر نحط كل الاشكال اللي احنا عايزينها. طيب مثلا هقول له انا عايز الشكل دوت، تمام. ممكن من هنا نقدر نختار الاشكال اللي احنا عايزينها، واقول له بقى من هنا انا عايز اعمل توصيل، هو بيبدأ يجيب لي النقاط بالشكل دوت واروح موصلها كده، تمام. هنا تكتب مثلا مايند ماب، وهنا تكتب مثلا فيرست، وممكن تكتب بقى اي حاجات كده زي ما انت عايز. وتبدأ توصل بينهم، بالشكل الجميل ده.